نعم، أنا أتوقع أن هناك سيناريوهات كثيرة مطروحة أمام إسرائيل. أعرف جيدا السيناريو الغير معلن هو سيناريو التواصل مع الصين الآن لإيجاد صيغة حل ترضي إسرائيل من خلال تعاونها مع الصين في قضية العلاقة مع إيران. هناك سيناريو آخر تجريد المنطقة من الأسلحة الإيرانية التي تستخدمها، وأنا لا أقصد الأسلحة بالمعنى الضيق يعني صواريخ ورشاشات، لا، أنا أعني أدوات الميليشيات في المنطقة. لهذا تجد أن ضربة غزة عندما صارت صمتت كل الميليشيات في المنطقة الأخرى، أبداً لم تتدخل، يعني خلاف كل المتوقع وبمفاجأة كاملة من كل المراقبين، حزب الله ظل صامتاً، الميليشيات في سوريا ظلت صامتة، الميليشيات في سوريا تعرف حضرتك ما بين عراقي وأفغاني ولبناني وباكستاني وإيراني كلها صامتة. فهذا يؤكد أنه الإيرانيين يدركون في الفترة القادمة أنه إسرائيل تريد تقليم أظافرهم في المنطقة. هذا سيناريو آخر مهم. وهناك من يضع حتى سيناريو هجوم شامل إسرائيلي على إيران، بغية تحطيم قوتها بشكل كامل وتحطيم إمكانيتها النووية. أنا لا أعرف كيف يمكن أن يحدث ذلك بهجوم عسكري، لا أعرف مدى إمكانية تحقيق ذلك، لكنه واحدة من السيناريوهات المطروحة. فبالتالي إسرائيل لديها خيارات كثيرة، ربما هي ما زالت في مرحلة القلق للبحث عن أفضلها، أكثرها تحقيقا لأمنها كما تراه هي، وأكثرها تحطيما لقدرة خصمها، وإيران تدرك ذلك بكل تأكيد. أنا لا ليس عندي شك أن الإيرانيين ليسوا غافلين أبدا ويعرفون أصول طيب. ذلك.